بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، انطلاقة موفقة مع ايضا الاشواط المنطلقة، اسير مع المركز الاول ومع شوط الاول الجعدان مباشرة مع الصدارة، مع القيادة مسكت حمود بن عبيد لوي العمري مع المركز الاول اللي انطلق مع الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ايضا من يتواجد هناك مردفع بطي بن زعل الويبي من ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث بحر طامي سعيد بن حمد الوهيبي من ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع الغدوم الاخر والتقدم ايضا من قبل مناور سليمان بن سالم المالكي ينطلق مع مناور على المركز ايضا الرابع. هذه النتيجة لأربعة مراكزنا الأولى المتقدمة، لكن الصدارة هذا الشوط والانطلاقة والتقدم مع المراكز الأولى، لكن بحر طامي اللي انطلق مع المركز الأول. يا سلام، هذه السلالة العملاقة الكبيرة المشاركة مع هذا الانطلاق الجميل. سعيد بن حمد الوهيبي انطلق نحو ناموس والانتصار في هذا الشوط. الله 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 الله، بحر طامي، بحر طامي اللي انطلق مع الشوط هذا، لكن بن حاكم مع المركز الثاني اللي انطلق مع الصدارة مع القيادة هذا الشوط. سلالة بحر طامي الذي تثبت الوجود. الله الله الله، خواتم للأم سبق ذتين يضيف هذا الثالث. الله تبارك الله، اشكرك يا سعيد بن حمد الوهيبي بإنجاز بحر طامي المركز الثاني. أيضا أكسما بن سالم المالكي والمركز الثالث. أيضا هناك بشعال العمري حمود بن عبيد العمري، والتوقيت الزمني دقيقة 43 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.